مشاهدينا مرحبا، نقدم اليوم ملخص جديد للاسواق الماليه والعالميه من تداول. اتجاه افقي لاسعار الدولار اليوم عند مستويات دعم 93.70، في حال كسر هذا المستوى نتوقع ان يصل لمستويات 23.20 ومستويات مقاومه عند 95. طبعا مؤشر الدولار يتحرك حاليا بطريقه افقيه الى صاعده، ولكن نتوقع ان يبقى ضمن هذه النطاق الهابط الذي يظهر في الرسم البياني وتحديد مستويات 93.7، ولكن في حال اخترق مستوى 95 نتوقع ان يصل الى مستوى 95.50، وهذه الحركة مستمرة. وأيضا ننتظر غدا بيان مهم في الولايات المتحدة عن الناتج المحلي الإجمالي الذي نتوقع أن يأتي بارتفاع عند 4%، وهو مستوى مرتفع عن قراءة الربع السابق الذي كان عند تقريبا 2.5%، وفي حال كان إيجابي يعني أن هناك نمو في الولايات المتحدة نتوقع أن يدعم الدولار في الارتفاع. انتقال إلى أسعار اليورو، حركة أفقية إلى مرتفعة لأسعار اليورو اليوم بانتظارنا حديث مهم للرئيس الأوروبي ماريو دراغي، وطبعا اجتماع البنك المركزي في أوروبا، حيث نتوقع أن يبقى الأسعار الفائدة عند مستويات دون الصفر على الإقراض ومستويات الفائدة عند 0%. وأيضا كان هناك اجتماع للرئيس الأمريكي دونالد ترامب والاتحاد الأوروبي، حيث كانت هناك المحادثات إيجابية ولن يكون هناك رسوم جمركية على السيارات. وأيضا أشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن أوروبا سوف تزيد مشترياتها من الغاز الطبيعي من الولايات المتحدة. بشكل عام لليورو هناك مستويات 117.50 هي مستويات مقاومة مهمة، اختراقها يعطينا دفعة إيجابية لمصلحة العملة، فيما تظهر مستويات 116.70 كمستويات دعم مهمة، كسرها يعني توقع تراجع في العملة. طبعا استقرار اليورو عند أعلى مستوياته في 3 أيام، هذا يأتي مع انحسار المخاوف من الحرب التجارية العالمية بعد أن اتفقت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي على بدء محادثات تخفيض الرسوم الجمركية. هو حركة أفقية لترند هابط ومستويات مقاومة عند 1235 و1245، حركة واضحة للذهب ضمن نموذج مثلث صاعد وضمن ترند هابط الذي يظهر في الرسم البياني، ولكن في حال اخترق ال 35 نتوقع ان يصل الى 1245 كهدف اول، ولكن في حال المثلث دعم بطريقه سلبيه نتوقع ان يصل الى دعم 1223 ودعم اخر عند 1218 دولار للأونصة. النفط الذي واصل مكاسبه لليوم الثالث على التوالي، ولكن هذا ياتي بدعم من انخفاض المخزونات لادنى مستوياتها في 3 سنوات تقريبا ونصف، وايضا ياتي طبعا بعد ان قالت السعوديه اكبر مصدر للنفط في العالم انها تعلق مؤقتا جميع شحنات النفط التي تمر عبر مضيق المندب، وهذا طبعا بعد التوترات السياسيه بين ايران والسعوديه. شكرا.